ونتواصل معكم مشاهدينا ونستكمل باقي فقراتنا لهذا اليوم، فاسمحوا لنا نرحب أجمل ترحيب بمعالي الدكتور صبري ربيحات. أهلا وسهلا فيك معالي. أهلا بك يا سيدي، نورتنا. أهلا وسهلا فيك. والحديث عن التحولات الاجتماعية اللي شهدها المجتمع الأردني، تحولات إجت زي يعني فورة، خلينا نحكيها أو نشبهها زي ثورة إجت. إحنا كنا متعودين على عادات معينة، استقرار معين في الأنماط السلوكية الأردنية العادية، فجأة نتيجة عدة ظروف أنت راح تشرحها حضرتك، فشفنا أنه في تغير كتير واضح الناس لامسته، يعني صحيح. كل أردني بيحكي لك ما عدنا زي أول. صحيح. أولا شكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا فيك. وثانيا يمكن الثابت الوحيد هو التغير. يعني صحيح. التغير يعني يشمل كل جوانب الحياة. يعني إحنا كل يوم نشهد تحولات في طرق تفكيرنا، في طرق شعورنا، في طرق تصرفاتنا، بعضها عائد لعوامل طبيعية، وبعضها يعني عائد لعوامل ومتغيرات تحدث حولنا. هذه التغيرات الآن إذا بتطلعي على مجتمعنا اليوم ومجتمعنا قبل 10 سنوات أو قبل 20 سنة، الناس فقدت قدرتها على التأثير على ما يحدث لها، لأنه حدث عولمة تكنولوجية هائلة. هذه العولمة التكنولوجية أصبح المحرك لها يقع خارج حدود المكان، وبالتالي ما عليك إلا أن تكون مستجيب لهذه التحولات وتربكك هذه التحولات، لأنه ليس بالضرورة أن كل أنماط تكيفك هي مناسبة مع ما يحصل، وبالتالي تؤدي إلى مشكلات نفسية، مشكلات اجتماعية. وبالتأكيد في جوانب إيجابية للتحولات، لأنه إحنا بين إيدينا تكنولوجيا أكثر وأفضل، حياتنا ربما أسهل في جوانب كثيرة، لكن فكرة التحكم ومدى تأثير إرادة الإنسان على ما يحصل حوله هو جديد، وهذا له يعني عدة آثار على مدى اغتراب الإنسان أو شعوره بالألفة، والاغتراب يؤدي إلى مشكلات طبعاً أخرى طبعاً. أهمها الانتحار، الجريمة، فراغ نفسي، فقدان يعني السعادة بشكل عام، الكآبة أو صحيح. الاكتئاب اللي يشكو منه الناس صحيح. أنا في تصوري أن المجتمع الأردني اليوم يعني فقدنا قدرتنا على فهمه، ومش عارفين لوين رايحين. يعني الاكتظاظ السكاني، احنا امسينا عدد سكاننا 6.5 مليون، اليوم امبارح الرئيس بتكلم عن 11 مليون. هذا ال 11 مليون يعني ثقافات فرعيه مختلفه تداخلت، ضغط على الموارد، ضغط على سوق العمل، ضغط في العلاقات اللي تحدث بين الناس، لانه في ناس جايين من خلفيات مختلفه ويتمازجوا. 2، المزاج العام، يعني لم يعد الناس يقبلوا الامتثال للقوانين كما كان في السابق. تمرد، في روح تمرد صحيح. في ثقافة جديدة في مجتمعنا اسمها ثقافة الاستحقاق، أنه كل واحد يشعر بأنه له حقوق ويطالب سواء كان محق أو غير محق، وهذا يربك الأجهزة القائمة على فرض هيبة القانون وسيادة القانون، وأيضا بيخلي الناس تتفلت في كل الأماكن. الكل بتفلت بده يحصل على أشياء ليست بالضرورة أن تكون من حقه. في الغش، يمكن اللي ليس يعني أنت لا تعين من نفسك محقق إذا واحد أجا بده يصلح لك شيء، بدك تسأله عن السعر، وبدك تسأله عن المادي، وبدك تسأله عن الخدمة. فقيم العمل أيضا تغيرت، نوعية الخدمة اللي تغيرت، قيم السلع. الصدق حتى يا دكتور. نعم. حتى قيم الصدق كلها. يعني وصلنا إحنا لمرحلة في مجتمعنا نحكيها بصراحة إنه قيم الصدق صار فيها خلل. صحيح. ما عادت الناس على ثقة مع الناس، يعني كانت الناس أول تتعامل بطيبة وبصدق واضح، دخلت معايير علينا، ويمكن الضغوطات الاقتصادية يعني أدت إلى إنه الإنسان يبعد عن الصدق ويلتجئ إلى أساليب أخرى. صحيح. هو في المجتمعات الريفية التي
تكون فيها الأسرة وحدة إنتاجية استهلاكية. الفرد يعرف من أين يأتي ماءه، يعرف من أين يأتي خبزه، يعرف جيرانه، يعرف عاداتهم، يعرف تقاليدهم، وبالتالي الفرد معد إعداد مناسب للحياة ويمارسها بأريحية. عندما تنتقل إلى حياة جديدة مشاربها مختلفة وتأثيراتها مختلفة واللاعبين فيها مختلفين وتسير بوتيرة سريعة، هذا يربك الفرد، وبالتالي هو مش عارف، هو قلق، يعني هذه قلق. حالة بالضبط. القلق والتوتر دائم تمام يعني بتترك آثارها على العلاقات بين الأفراد، على الأنساق الاجتماعية، على الممارسات، وأحيانا الأفراد يلجأوا إلى التغطية على نوازعهم الحقيقية من خلال هذا السلوك الظاهري أو التمثيل، وحتى أنماط استهلاكهم تتغير لتصبح تفاخرية، وكأنه عامل حاطط ميك أب صحيح. على حتى يقدر يشعر بسعادة أكثر. المشكلة يمكن دكتور صبري في أنماط كثيرة ممكن أنها تصير في المجتمع، منها ما يعني بثير انتباهنا ومنها ما يغفل عنا، وهاي هي المشكلة، لأنه في أمور بتكون يعني داخلية أنت يعني حتى مش منتبه لها، مش منتبه أنها هي تغيرت صحيح. ودائما بتسأل نفسك ليش عم بتصير الحياة زي ما تفضلت وقلت بوتيرة إحباط، وخاصة عند صغار السن. يعني هذا الكلام ما كنت تسمع بنات العشرين أو شباب العشرين يقولوا لك أنا مكتئب، أنا زهقان، أنا متضايق. كنت يمكن تسمعها عند صحيح. أشخاص عندهم مسؤوليات صحيح. وعلى كاهلهم أعباء صحيح. كبيرة. فإذا بدنا ندخل السلوكيات زي ما تفضلت والأنماط الغريبة اللي دخلت وأثرت فينا هذا التأثير السلبي للأسف، واللي ممكن إحنا بنغفل عنه. نعم، يعني هو زمان كانت الأهداف محدودة وبالتالي يوظف الفرد طاقته في الحصول عليها. الآن لتنوع المشارب والتأثيرات والعولمة والانفتاح على العالم وسرعة عجلة التغير، فالفرد بصير عنده باقة من الأهداف، وهذه الأهداف موضع للتغير والتحول والتبدل، وهو لا يدرك أنه حققها ولا ما حققها وما عنده مرجعيات واضحة إلها. فبالتالي هذه تولد عنده هذه حالة القلق، حالة الاكتئاب، حالة المشكلات الاجتماعية. وغير هذا وذاك أنه أنت حتى مجتمعك بكل يعني بكامله ليس بالضرورة هو مرجعياتك، يعني فيما يسمى بالوايرد سوسايتي الآن، أنه الناس مربوطة بالنتوركس بالشبكات ومرجعياتها في الخارج، وعباء الأهالي تغيرت، الأسرة لم تعد هي التي تربي وتنشئ وتضبط، وإنما في جهات أخرى يعود لها الفرد خارج حدود المكان. فاحنا بنخاف على اولادنا، بنقول لك لا يكون يعني بتواصل مع جهات معينه بالزبط. لازم انت تحط لوك على النت صح. لازم ما تسمح له يتفاعل مع كذا، حتى جماعات تستقطبه تمام يعني. تمام أكثر من تفصيل. فحجم التاثيرات هائل، والعادات اللي احنا عم نستنبطها لي ندبر شؤوننا في وسط هذا التغير السريع عادات كمان لا نألفها. فبالتالي احنا في عنا نوع من الضجر، من الملل صحيح. من عدم الاستحسان، من 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 حتى أننا نمارس ممارسات وننتقدها أنفسنا، عدم رضا، عدم رضا دائم صحيح. أظن أنه وظيفة ربما القائمين في على علم الاجتماع والقائمين على العلوم الإنسانية والتربوية والمرشدين وإلى آخره أن يساعدوا المجتمع على أن يفهم هذه التحولات وأن يتعاطى معها، ويمكن هذا في واجبات إضافية لمنظمات المجتمع المدني أن تتحول في اهتمامها إلى تحقيق مستوى من الرضا والسعادة الذي يؤثر على نوعية حياة الإنسان، لأنه الإنسان اللي بده يظل في حالة الترقب والتطلع والملاحقة هذا إنسان مرتبك وقد لا ينجز إنجازات صحيح. تحقق له صحيح. هذه الأهداف. معالي الدكتور صبري، يعني قضية كمان هامة، إحنا بنحكي على تغيرات عم بتصير في المجتمع الأردني، وأنا يمكن دائما بضل أحكيها واللازم إنه يكون يعني رأيي حيادي وموضوعي، بإنه إحنا مجتمع صفينا لا عارفين نمسك في عاداتنا وتقاليدنا ونضل عليها، ولا إحنا عارفين نلاحق التطورات والعولمة اللي صارت والانفتاح اللي شهده الأردن مع النزحات القصرية والهجرات القصرية اللي عم بتصير ودخول هويات أخرى علينا. جاهزين الآن بنفس الوقت إحنا متعبين نفسنا، نحكيها في موضوعية.
الآن في قضية بعض من الممارسات من العادات والتقاليد والواجبات الاجتماعية المنهكة منهكة اقتصاديا. الإنسان ما عاد عنده وقت يروح يؤدي واجب فلان وعلى انتان ويستقبل فلان ويؤدي. أصبح في عنا قضايا يجب إعادة النظر فيها، لأنه حياتنا إحنا تغيرت، أعباءنا تغيرت، ظروفنا الاقتصادية تغيرت، وما عاد عند الواحد حتى لا وقت في الساعة ولا وقت نفسي أنه جاري كل هالناس وكل هالواجبات. الآن في هاي القضية شو رأيك فيها؟ كيف ممكن أنه إحنا ما هو كمان ترضي المجتمع كمان صعب نمسك العصاية من النص؟ صحيح، يعني هو إرضاء الناس غاية لا تدرك، والناس أصلا مش عارفة شو اللي بدها إياه بالضبط. أحيانا كنا نتورط في بعض الممارسات ولا نعرف لماذا تورطنا فيها، وكلنا بنسبها لكن بنمارسها. يعني أنا امبارح كتبت مقال عن خبز الشعير. خبز الشعير بيقولوا في ثقافتنا أنه مأكول مذموم. كلنا بنطب هذا المطب، بنمارس هذه الممارسة لكن بنسب عليها. مثلا الجهات، الجهات اللي الآن تشكل مهرجانات مذهلة، جهات الخطبة يحضر 500-600 شخص ولا حدا بيعرف العريس ولا حدا بيعرف العروس. وكونوا كاتبين الكتاب من الأول يعني. لا لا، ويمكن يعني أكثر من هيك. بس تصير مشكلة بصراحة، ما بتشوف ولا شخص. ما بتشوف للأسف يعني أنا هاي عم بشوفها حاليا. يمكن زمان كانوا اللي ما إله كبير يشتري له كبير. صحيح. كان في كبير، كان في حدا يسمع. صحيح. لكن هلا للأسف يعني هي بكبر العدد لكن بقلة. بس إذا بنطلع تاريخيا لأصل هذه الممارسة كانت ضرورية. صحيح. لأنه أنت بتتكلم عن علاقة بين أسرة وأسرة، علاقة مصاهرة، لابد من الشد على الأسرتين والوقوف إلى جنبهم حتى يحدث الانصهار. هلا احنا بعدنا عنها، ظلينا نمارسها وتوسعنا في ممارستها. هلا صار لها وظيفة جديدة، هي الوظيفة الجديدة أن الناس تتلاقى في مكان عام حيادي، يتبادل الابتسامات ويسلموا على بعضهم البعض. وليست الوظيفة أنه جايين مشان ما بيشربوش القهوة إلا يعطوهم العروس ومدري ويردوا عليهم بخطب ما إلها معنى. أنا مرة حضرت جاهة تحدث فيها اثنين من وجهاء هذا البلد. الأول أقام خطبة عصماء لم يذكر فيها اسم العريس، والثاني رد عليه وأقام يعني خطبة عصماء ولم يذكر اسم العروس. فبعدين قال الفاتحة، كنت الفاتحة على إيش يا إخوان؟ إحنا ما سمعنا من العريس ولا العروس. وبعدين هذا مش مهرجان خطابي، مسابقة. هذا جانب. الجانب الثاني هذا الاستهلاك التفاخري الذي لا يعني وفيه شيء من الاستفزاز. يعني الناس تنثر ثروتها الآن أمام الآخرين يعني مشان يورجوا قديش هم مميزين ويستفزوا الآخرين. تعرفي في الثقافة المغاربية مثلا، المغاربة الأثرياء في الأحياء الشعبية لا ينهون واجهات بيوتهم لكي لا يستفزوا الجيران، ولا تتعرف على الثراء إلا عندما تكون داخل البيت. الله. إحنا الواحد بفرد لك هالقصر ومدري إيش وهالقيم إيش اسمه ولا يستخدمه. إذا بصير عنده عزاء بروح بجيب خيمة من صلاة وبنصبها قدامه. إذا بصير عنده عرس ما حدش بيشوف. الغاية منها هي الاستعراض بالحجارة، الاستعراض بالعجلات والسيارات، الاستعراض باللباس، الاستعراض بالتايتلز، الاستعراض بالمطاعم. اللي تقعد مرات في قعدات مع ناس بدك تحكي انت وياهم، بتكلم لك عن السيجار وعن المشروبات الجديده وعن الكافيار وعن الابصريه. وهذا سلوك استفزازي. وهلا يعني زادت ما عليك على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، الناس صارت يعني تشتري اكثر حتى تحط على مساكين تبعين المواقع الاجتماعي بحطوا لك مقلوبه ولا شيء ولا شويه مشاوي وبقول لك مثلا يعني. بتعرف دكتوري الان يمكن القضيه المؤرقه لنا بانه مع دخول هالثقافات المختلفة على مجتمعنا، الأزمة السورية وعدد اللاجئين اللي إحنا ما كنا متوقعينه يعني باب انفتح والله يعيدهم على بلادهم سالمين، وما عدا عن الجنسيات الأخرى. صحيح. الآن إحنا القضية اللي بتقرقنا الهوية الأردنية. صحيح. يعني في ظل هالتغيرات. صحيح. الهوية دائما العولمة تطرح سؤال على الخصوصية، وربما أن كثير من الجماعات التطرف التي تتشكل هي ردود فعل للعولمة. نعم. لأن البعض يشعر بأن هذا التغيير كيف يمكن أن أتكيف في وجه هذا التغيير، يرتد ويبالغ في الردة نحو ممارسات تصبح غير إنسانية من كثر المغالاة والمبالغة فيها والتطرف فيها.
وهذه موجودة في كل العالم. أنا بظن أنه عندما يعني أنت تريد أن تعيش حياة مجتمع متغير سريع تكنولوجي أو ما بعد التكنولوجيا بعقلية رعوية وبثقافة مجتمعك ما عندك، إحنا ليس لدينا الأدوات التي تمكننا من السير السريع، فتظهر نزعة عدائية عند بعض الجماعات تجاه هذا التغير ويعود للتدين وللتطرف ولمحاربة والاتهام كل القوى الخارجية بأنها المسؤولة عن تعاستنا. يعني إذا بتلاحظ اليوم اللي بيصير في أوروبا، أظن امبارح أو امبارح كان في اجتماع للكوميشنرز للمفوضين اللاجئين في الاتحاد الأوروبي، وتحدثوا عن كيف يعني يستجيبوا لقضية اللاجئين، في حكي أنه ممكن يستقبلوا حوالي 4.5 مليون لاجئ سوري. دولنا العربية ما حدش مستقبل إلا الأردن ولبنان، والبقية يعني بتطلعوا على الحكاية على أنها يعني ما بتخصهم، ما لهم علاقة. هذه قصة كمان تثير تساؤلات عن علاقتنا بالآخر. كيف ننظر هذول اللي بنسميهم أو بعض جماعات عندنا بيسموهم الكفار والمدري إيش وإلى آخره، أكثر إنسانية منا، أكثر تعاطف، أكثر، لما لا يعني نستعيد المنطق والروح اللي كانت موجودة عند أبائنا سابقا، ونقول إنه هذول الناس هم متقيدين بالقيم التي ننادي ونبشر بها أكثر منا بكثير. معليك كلام رائع. يعني خلينا نبدأ من هاي النقطة اللي أنت حكيت عنها، كيف منقدر نرجع للأصل في القيم والمبادئ الإنسانية والأصل الطيب اللي كان موجود عندنا، بعيدا عن كل التشوهات اللي عم بتصير بالمجتمع. وعم نشوفها من أفكار وأيضا من تطبيقات. صحيح. للأسف يا ستي هي يعني نثبت على القليلة يعني ننقذ ما يمكن إنقاذه. هو الأصل في كل التشريعات والديانات وأنها تنظم الفطرة الإنسانية. صحيح. والفطرة الإنسانية خيرة، لكن إحنا دخلنا عليها وشوهناها بالتمايز، بالتباين، بالاختلافات، وباستخدام القوة، وأحيانا استخدام القوة والسلطة مع بعضها البعض قد تحول دون أن يأخذ الآخرين فرص متكافئة في التقدم. إذا بنينا مجتمعات نفتح فيها، نوسع فيها الفرص ونتيح المجال للناس اللي عندهم موهبة أن يطوروا مواهبهم وأن يحلوا في المواقع التي يستحقوا أن يحلوا فيها، ونخفف من العوائق والعقبات، وننظم حياتنا بشكل منطقي وليس بشكل الغاية منه هي منع الآخرين من أن يتحدوا مكتسباتي الخاصة، لأنه وهذه جدليتنا احنا محلية حتى في العلاقة بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة. يعني كيف تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة؟ الإسلام هو بالبداية نظام اشتراكي عمليا، لكل الناس يشتركون في الماء والكلاء والفضاء والهواء، ولكن يعني الخلفاء وبعدين القادة والكذا حصروها لحسابهم، وصار بستان هشام أهم من كل الدنيا. صح. احنا بدنا نشكرك ولو بدقائق يعني بسيطة على هذه المعلومات الرائعة بطريقة سهلة ومبسطة يفهمها الجميع. أهلا وسهلا فيك معالي الدكتور صبري الربيحات، نورت استوديو. الله يخليك، تسلم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا معك، موفقين إن شاء الله. شكرا.